فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح هذه العبارة وهي القول كما نطق به القرآن، حيث نسب النطق إلى القرآن؟ فقد وجدت هذه العبارة يقول في شرح العقيدة الطحاوية. نعم، نطق به القرآن، القرآن نطق بهذا، تكلم بهذا، يسند إلى القرآن، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. نعم.